لعبة الحبار هي اسم ديال المسلسل اللي داير روينة هاد الأيام، مسلسل أسطوري ورائع ولكن يحمل أسرار ورسائل خطيرة ومرعبة. مسلسل من نوع البقاء على قيد الحياة، حرز على أعلى نسبة ديال المشاهدات على منصة نتفليكس وأحدث ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا وصل للمرتبة الأولى في 90 دولة تقريبا من كثرة المشاهدة. تصنيفه هو الأكشن والمغامرة والدراما. في هذا المقطع غادي نتكلموا على القصة ديال المسلسل الكوري بدون ما نحرقوا الأحداث بالنسبة اللي بغى يتفرج فيه. السلام اخوتي، الا كنت اول مره كتشوفني انزل وخلي شي كومونتير زوين، كتب فيه اللي بغيتي وشارك في القناه ولايك باش تشجعنا نكملوا وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. بلا ما نطولوا الفيديو يلا نبداو. مسلسل لعبة الحبار هو مسلسل جديد على نتفليكس، وهو مسلسل كوري. القصه والاحداث ديالو كيدوروا حول مجموعه ديال الالعاب كيلعبوها مجموعه ديال الناس على قبل واحد الجائزه الكبرى، وللقيمه ديالها تقريبا اكثر من 38.5 مليون دولار. تبدا القصه مع شخص يدعى سيونغ جي، وهو شخص كيعاني من الفقر والفشل في حياته وديون كبيره اللي عنده. في واحد النهار كان كينتظر القطار في المحطه، وفي واحد الساعه اقترب منه شخص غريب وكيعرض عليه في المشاركه في لعبه مقابل مبلغ مالي يقدر 100,000 وان كوري، ولكن في حاله الى ربح، ولكن الى خسر غادي يضربه بصفعه على وجهه. بعد مجموعة من المحاولات الفاشلة وأخيرا ربح الماء، ومن بعد كتم الدعوة ديالو باش يشارك في رهانات كبرى. تم النقل ديالو إلى مكان غامض وهو فاقد للوعي، ومن بعد كينطلق هو ولعب آخرين في المشاركة في الألعاب طفولية. وهذه الألعاب اللي في هذا المسلسل هي ألعاب ديال الدراري صغار. اصلا لعبه الحبار واللي هي اسم ديال المسلسل وايضا جزء من هذه الالعاب هي لعبه كوريه قديمه ديال الاطفال. المهم الالعاب كتبان لك غير ديال الدراري صغار وسهله، ولكن هي في الحقيقه العاب مميته، لانه اللي تيخسر فيها المصير ديالو هو الموت. يعني ضروري خص واحد يربح حيت عارف راسو انه غادي يموت. هاد اللعابه اللي مشاركين في هذه اللعبه تم اختيارهم على اساس انهم مجبرين انهم يلعبوا داك اللعبه، وخا تكون لعبة خطيرة وعارفين أن المصير ديال الخاسر هو الموت، حيت الناس اللي مشاركين فيها غير الناس اللي كيمروا بواحد الفقر ووضع اجتماعي ديالهم سيء، اللي عنده مشاكل عائلية، اللي عنده ديون كبيرة بزاف. يعني كل هاد الشي هذا كيجبرهم أنهم يلعبوا ويشاركوا في هذه الألعاب المميتة. هاد الأشخاص كانوا محتاجين إلى المال ولهذا قبلوا بالتحدي، ولكن ما كانوش عارفين بأن المصير ديالهم غادي يكون هو الموت. قررت واحد المجموعة سرية أنهم يجمعوا هاد الناس، واللي كان المجموع ديالهم تقريبا 456 شخص من كوريا كاملة. هاد الناس كيف ما قلنا كلهم كانوا كيعانيوا في حياتهم، وقررت هاد المجموعة السرية الغامضة باش تنقل هاد الأشخاص إلى مقر سري باش يربحوا المال اللي خصهم، ولكن باش يربحوه خصهم يلعبوا مجموعة من الألعاب وكيمروا بمجموعة من التحديات ضد صحابهم، واللي بقى في الاخير هو اللي غادي يربح الجائزه الكبرى، والخاسر فيهم غادي يكون مصيره الموت بدون شفقه او رحمه. هاد اللعابه كيمشيو كيدخلوا المقر السري وكيبداو يلعبوا، وفي المشاركه الاولى ديالهم كيموتوا مجموعه كبيره من الخاسرين. وهنا توضح للعابه اللي مازال على قيد الحياه ان اللعبه عباره عن حياه او مات، وبمعنى اخر البقاء على قيد الحياه. الطريقه ديال تسير هاد اللعبه هي طريقه مخيفه وفيها غموض كبير، والناس ديالها ما معروفينش انهم كيكونوا لابسين الاقنعه. الرئيس ديال المجموعه السريه هو رجل غامض عنده قناع اسود، والجنود ديالو او الحراس كلهم لابسين لباس وردي وعندهم اقنعه سوداء عباره عن رموز. غير تشوفهم غادي تفكر المسلسل ديال لا كازا دي بابيل، ولكن هذا مختلف تماما عن المسلسل الاسباني. السؤال المطروح هو واش غادي يستطيعوا هذه المجموعه من الوقوف امام هذه الالعاب الغامضه والنجاة بأنفسهم، أمام هذه الألعاب الغامضة والنجاة بأنفسهم، ولا غادي يستمروا في الألعاب لكلها دم وعنف من أجل الفوز بالجائزة الكبرى.
واللي غادي تقلب لهم حياتهم كلها رأس على عقب. وهذه الأسئلة غادي تجاوبوا عليها ملي غادي تفرج في المسلسل. المسلسل عنده رسائل خطيرة. اللعبة كيكون فيها الإنسان الفقير مجرد فأر أو حصان في السباق كيجري باش يفوز بالرهان، ولكن الأغنياء جالسين وكيتفرجوا وكيستمتعوا وكيرهنوا عليهم شكون اللي غادي يربح في هذا السباق. وممنوع الانسحاب من هذه اللعبة مهما كانت الأسباب، لدرجة أنه كاين اللي انتحر باش ما يكملش في هذه الألعاب المميتة. ولكن يمكن إيقاف اللعبة إلى صوت الأغلبية، ولكن أغلبيتهم ما كيصوتوش حيت كلشي طامع في الجائزة الكبرى، وكل واحد فيهم انسى راسه أنه إنسان القليل منهم. المسلسل كيبين أن الإنسان مهما كان غني الحياة ديالو كتكون مملة، داكشي علاش تجمعوا مجموعة من الأغنياء وقروا أنهم يجربوا شي حاجة غريبة ويستمتعوا بها. وهنا جات الفكرة ديال تأسيس اللعبة من أجل المتعة. مسلسل مدروس ومتقون وفيه بزاف ديال الرسائل للحياة ديالنا. كتشوف كيفاش الأغنياء كيتحكموا في الفقراء وأنهم مساويين والو في هذا العالم، وأيضا كيبين أن الإنسان كيفاش كيتخلى على الإنسانية دياله من أجل المال. المسلسل مكون من موسم الأول فيه 9 ديال الحلقات، يعني غادي يكون مواسم أخرى. مسلسل عنده قصة مثيرة ورائعة، والطريقة ديال الممثلين في شرح الألعاب كانت خطيرة. وخا كتكون نهاية مأساوية وأحداث عنيفة بزاف، ولكن كتشوف أن الشخصيات الرئيسية اللي مشاركة في اللعبة كيواجهوا هذا الشيء كامل، وكتلقاهم كيخوضوا هذه المغامرة باش يردوا الديون اللي عليهم ويتخلصوا من المشاكل الاجتماعية اللي عندهم. والطريقة ديال التمثيل كتخليك تتعاطف مع كل شيء، ما تبقاش تقول يا ربي يربح هذا ولا يربح هذا. أكثر من هذا الشيء كامل تقدر تكون كتحب شخصيات مختلفة ويقدروا يتواجهوا بجوجهم في هذه الألعاب. الشخصيات ديال المسلسل كانوا رائعين وتمثيلهم كان في المستوى العالي، سواء كانوا بشخصيات طيبة أو شخصيات شريرة، كلهم تقنوا الدور ديالهم بشكل رهيب. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا ربي يكون عجبكم. إلى عجبكم ما تنساوش تخليوا لايك وشي كومونتير زوين كتب فيه اللي بغيتي، وخليوا لينا الآراء ديالكم على هذا المسلسل. يلا الخوت، كان معكم ريو، تلقوا فيديو جديد إن شاء الله.